بمصر. نروح بقى زي النهارده ونوستالجيا، لان دي الجزئيه اللي احنا بنحبها جدا واللي بتميز كمان برنامجنا. زي النهارده 1 يونيو بس عام 1946 ميلاد كابتن رجب عبد المنعم، هو نجم الاهلي في السبعينيات في القرن من القرن الماضي، واللي بدا مشواره كروي بالمدارس حتى اكتشفه ابو الاشبال كما كان يطلق عليه كابتن مصطفى حسين، وبعدين لعب للنادي الاهلي من عام 71 حتى 76، وبعد كده انتقل للعب في الخليج، وبعد اعتزاله مارس التحكيم في الاتحاد المصري لكره القدم، تحول للعمل بعد كده في مجال التدريب وابدع فيه بصراحه في الخليج. يعني كمان نجمنا خليني اقول لحضراتكم ساهم في فوز الاهلي ببطولتين للدوري العام، نتكلم 74 و75 و75 و76.